السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بكم في قناة روائع وابداع دهبك. معانا يا جماعة زي ما احنا شايفين كده باب فرن، طبعا الازاز متكسر. الازاز اللي متكسر ده يا جماعه طبعا ازاز حراري، مش اي ازاز، لازم نجيبه حراري يعني بيتحمل الحراره، وطبعا بتخانه معينه زي ما احنا شايفين كده اهو، بيركب هنا كده من هنا من هنا كده يا جماعه، بيركب في المفصله دي اهو كده اهو، رجع شويه مفصله من هنا لهنا. طبعا عشان نجيب المقاس بتاعه لازم نجيب من هنا لهنا كده يا جماعه اهو كده، المفصله كلها اهي دي 38 كام؟ 38 اهو يا جماعه، ادي 38 اهي، عشان نقدر نركبه من الداخل. يعني كل دي كل المفصلة 38 ونص. احنا طبعا هنجيب ايه اقل، هنجيب 38 عشان نقدر نسقط الازاز هنا في الحتة دي يا جماعة، في المكان ده كده اهو اهو. طبعا لازم ايه نشيل الازاز القديم ده، طبعا القديم ماسك اهو، نجيب حاجة كده ونحاول نسلكها بيه اهو يا جماعة، نجيب مفك اهو يا جماعة كده، هنا كمان لسه في حتة هنا صغيرة كده يا جماعه. اهو كده اكمل بقى فيه وارجع تاني. بعد كده يا جماعه نحاول ننظف ايه ما يكونش في حاجه في الباب عشان ما تضايقناش في تدخيل الازاز. نجيب الازاز كده يا جماعه اللي احنا جبناه 28 اهو يا جماعه اهو كده 28 من هنا لهنا اهو كده بسم الله. طبعا هنيجي نحط الاول في ايه في جزء من الايه من البتاع دوت، وبعد كده نضغط حته حته عشان يدخل في الباب، لان هنا في صوت زي ما قلنا اهو كده كده يا جماعه اهو. هنضغط بقى على الحته دي كده بالراحه اهو يا جماعه، والناحيه الثانيه برضو نضغط على ايه اهو كده يا جماعه. كده الباب خلاص اتعمل اهو، بس اهو يا جماعه اهو هيك كده اهو. طبعا هنا هتتركب اوكرا اهو، هنا في فتحه هي للاوكرا هنا وفتحه للاوكرا واوكرا الثانيه، ويبقى في مقبض هنا كده. طبعا للاسف الزبون ما جابهمش، بس لو جابهم لي اركبهم له ان شاء الله. ارجو ان اكون وضحت الفكره. لازم لما اجي اخد المقاس يا جماعه اخده من داخل دي، من اول هنا كده لحد هنا، واقلل شويه قيمه الحديده اللي هتيجي من قيمه السور ده من هنا ومن هنا، واقيس واشوف الارتفاع برضو من اول هنا كده من تحت من هنا بعديها بحوالي ايه 2 مللي، عشان اعمل حساب الدخول في الايه في اللي هي المفصله دي. بعد كده اشوف الطول بقى فوق، ما وصلش الايه لفوق خالص كده، يعني المفروض انزل يعني قبل هنا بحاجه بسيطه، واعمل حسابي
للفه ديت. طبعا اعمل حسابي لو معايا اكره اديله تكون معايا عشان اقدر يكون الخرمون بتوع الاكره قد الايه، يكون على قد الباب اللي انا اخدته. طبعا ده الباب ده انا مفصله، ما لقيتش المقاس ده، فطبعا الراجل او في الورشه في شارع كلود بيك قال لي انا ممكن افصله لك، قلت له ماشي فصله. طبعا فصله لي كده ب 120 جنيه. طبعا قعد عنده حوالي يومين عقبال ما عمله لي. ارجو ان اكون وضحت الفكره، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.